صافي اسمح الرحمن الرحيم. اولا مرحبا بكم في نسيج العمران العاصق ديال مدينه ديال العرايش. محمد شاكي فلاح انجري، رئيس مؤسسه القصبه التراث الثقافي للمدينه العاصقه. حنا كنتواجدوا في واحد من الاحياء اللي كترجع للفتره ديال القرن 19 الميلادي في المدينه العاصقه، واللي كانت هدف للتدخلات ديال برنامج اوراش عامه مؤقته، ما يعرف بورش المدينه العاصقه. ورش المدينه العاصقه هو من الاوراش اللي كان الهدف ديالها بالاضافه الى توفير مناصب الشغل لعدد من اليد العامله الشاغره، وايضا المساهمه في الحد من التداعيات الاقتصاديه والاجتماعيه لجائحه كورونا على المواطن المغربي. هو ايضا الهدف منه تحسيس بالاهميه التراثيه والتاريخيه ديال النسيج العمراني العتيق ديال المدينه القديمه، وضروره الاعتناء به والنهوض به من اجل ضمان مساهمته الفعليه والايجابيه في تحريك عجله التنميه المحليه بمدينه العرائش. برنامج اوراش حمام مؤقته في المدينه العتيقه هو برنامج مكون من تدخلين كبيرين. التدخل الاول هو متعلق بما يعرف بعمليه باب درنا، والهدف منها هو الكشف عن واحد من اهم المميزات المعماريه اللي كتميز المدن العاتقه على باقي الانسجه العمرانيه الحديثه، وتعلق الامر بالابواب وابواب المنازل اللي عندها قيمه تاريخيه وتراثيه في المدينه العاتقه. قلت هذا التدخل هذا هو يتكون من عمليتين. العمليه الاولى هي عمليه جرد وتوثيق الابواب التاريخيه او الابواب المنازل اللي عندها قيمه تاريخيه وتراثيه في المدينه العتيقه، ثم عمليه ترميم وصيانه 10 نماذج تمثل 10 انماط معماريه لهذه الابواب التاريخيه. ثم التدخل الثاني في اطار برنامج ورش المدينه العتيقه هو التدخل المتعلق بالتهيئات وتأهيل مسار حي القبيبات، هو من المسارات التاريخية العمرانية بالمدينة العتيقة اللي قلت كيرجع بداية التعمير ديالو إلى نهاية القرن 18 بداية القرن 19، وكيتضمن واحد المجموعة ديال التدخلات فيها عناية ببعض النقاط المعمارية التاريخية بهذا الحي هذا، إزالة بعض التجهيزات العموميه اللي تاكلت مع الزمان، من هذاك الغطاء الخشبي اللي كان فوق الحي، تنظيم الاسلاك الكهربائيه، صيانه بعض النقاط وبعض الارضيات على طول مسار الحي، بالاضافه كما قلت للتدخل في مجموعه من البنايات او النقاط المعماريه على طول الخط ديال المسار اللي كيبدا من مدخل ديال السوق الصغير الى ساحه حسن الفتح السعدي. بالنسبه للامر المتعلق بالعمليه ديال باب درنا، العمليه ديال باب درنا كما قلت هو الهدف منها هو الكشف عن هذا المعطى المعماري الاستراتيجي في المدينه العتيقه، واللي اصبح مهددا باجتياح ما يعرف بالباب الحديدي الذي اثر على جماليه المدينه العتيقه، وساهم في تراجع نسبه جاذبيتها السياحيه التراثيه. فريق الجرد مكون من 7 ديال الإناث خضعوا لدورة تكوينية، سواء فيما يتعلق بالأمور اللي عندها علاقة بالسلامة داخل الورش بطبيعة الحال، لأنهم غادي يضطروا يتجولوا في واحد الفضاء عمراني اللي هو كيعرف ارتفاع نسبة هائل او ارتفاع مضطرد للدور الايلن السقوط، وبالتالي هناك خطر هناك احتماليه تعرضهم لخطر بعض انهيارات الى اخره. فتم اخضاعهم لدوره تدريبيه وتكوينيه في مجال السلامه داخل الورش تحت اشراف الدكتور مصعب التيجاني المشرف الميداني للجمعيه الهلال الاحمر المغربي بالعرائش، ثم الى دوره تكوينيه اخرى خاصه بجرد وتوثيق المعالم التاريخيه او العناصر المعماريه التراثيه، وايضا دوره تكوينيه اخرى متعلقه بالانماط المعماريه المعتمده في انشاء البنيه المعماريه للابواب ذات قيمه تاريخيه وتراثيه بالمدينه العتيقه. العمليه ديالهم لا زالت مستمره لحد الان منذ ما يزيد على 3 اشهر. تم خلال الشهر الاول والثاني جرد جميع الابواب
بالمدينه العتيقه او بمساحه تصل الى 8 ديال الهكتار اللي هي المساحه ديال المدينه العتيقه، جرد جميع ابواب المنازل اللي باقا محافظه على الطابع التراثي والمعماري ديالها، واللي هي كما قلت قسمناها الى ثلاث انماط انشائيه تراثيه. كان الباب المغربي عنده المميزات ديالو، ثم الباب الاندلسي، فالباب الاوروبي او الباب نيو كلاسيك اللي كيرجع للفتره. الحد الساعه تم النتائج الاوليه للجرد احصاء ما يزيد عن 200 باب اللي عندهم هذه القيمه التاريخيه والتراثيه. وطبيعة الحال هذا العدد هذا هو فاجأنا احنا في الجمعية أيضا، لأننا كنا نعتقد أن الأبواب قد اندثرت أو في طريق الاندثار في المرحلة الأخيرة من عملية الاندثار في المدينة العتيقة، ولكننا بهذا الاكتشاف هذا من خلال هذا الجر هذا يمكن نقول أننا ممكن إنقاذ هذه الأبواب وإنقاذ هذا العنصر المعماري في المدينة العتيقة بإعطائه قيمة وتأهيله وترميمه للمحافظة عليه. معظم الابواب على ابعد تقدير كترجع للفتره ديال نهايه القرن الثامن عشر، لان الحديث عن الاستقرار المعماري او استقرار التعمير والاستقرار العمراني بالمدينه العتيقه للعرائش يمكن ان نتكلم عن بدايته في فتره القرن الثامن عشر، في القرن التاسع على امتداد القرن التاسع عشر الى القرن العشرين، ان قبل هذا كانت المدينه تتعرض لمجموعه من بين الفينات الاخرى مجموعه من الهجمات سواء البحريه او البريه على المدينه، واللي ساهم في تدمير البنيه المعماريه الاصليه ديال المدينه. كما قلت هناك ابواب اللي كترجع لنهايه القرن الثامن عشر، ولكن معظم الابواب اللي متواجده حاليا في المدينه العتيقه ديال العريش هي ابواب تعود لفتره دون شك لفتره القرن التاسع عشر. وبالاضافه لابواب المنازل هناك ابواب بعض البنايات الوظيفيه اللي عندها قيمه تاريخيه وجماليه معماريه جد مهمه، واللي كتعتمد في البناء ديالها بشكل كلي على الحجاره المنحوته او الحجر الرملي المعالج، واللي كانت مغطاه بطبقات من الاسمنت والجير. طبيعه الحال عمليات الكشف عنها شويه كانت صعبه، ولكن الفريق الذي كلف ضمن برنامج اوراش بمباشره هذه العمليه تم اخضاعه لدورة تكوينية وأيضا لتوجيهات من قبل بعض التقنيين اللي تعاونوا معنا من المركز الثقافي، مشكورا بطبيعة الحال. ونحب ننوه هنا بالدور الكبير للأستاذ إبراهيم مليلو عن المركز الثقافي اللي أشرف على عملية توجيه الإخوة المكلفين بهذه العملية هذه، مشكورا كما قلت.